ليس القتلى فقط، الحرب مع الفصائل الفلسطينية خلفت عدداً كبيراً من المعاقين في صفوف الجيش الإسرائيلي وباعتراف الإسرائيليين أنفسهم. قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية قال إنه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الجاري تم تصنيف أكثر من 1200 جريح من قوات الدفاع الإسرائيلية وقوات الأمن على أنهم معاقون. هؤلاء يضافون إلى أكثر من 300 قتيل في صفوف الجيش الإسرائيلي، مع توقعات بأن الرقم قابل للارتفاع خصوصاً عند الاجتياح البري لقطاع غزة، والذي يحضر له جيداً كل من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وبالحديث عن خسائر الجيش الإسرائيلي البشرية، لا يمكن تجاهل أن هناك عدداً من الجنود والضباط من ضمن 200 إلى 250 أسيراً إسرائيلياً تحتجزهم حماس في قطاع غزة، واستعادتهم أولوية للجيش في حال الاجتياح البري للقطاع.